مرحبا بكم لاعبي المنتخب الوطني، وصل تحضيراتهم في باريس المواجهات الدولية الودية ضد المنتخب البرازيلي مبرمجة نهار الثلاثاء مع 7:30 تمارين المنتخب اللي تواصل. تعرف وتعرف تواجد كل الملاعبية اللي هم عددهم 30 حاليا على ذمة الإطار الفني، وكان وجه لهم الدعوة. في المباراة الودية اتحاد بن قردان فاز على نادي الشعال الليبي بنتيجة 6-1، أهداف اسكندر بوعايشة، فخري العوجي وزوز ثنائيات لأيوب شعبان ورفيق الكامرشي. في كرة اليد اليوم الحدث الكبير هو ديربي الهون بنكهة عربية في النصف النهائي من البطولة العربية. المباراة تنطلق بداية من ماضي 3 في قاعة الحمامات. الماتش هذا باش يكون منقول على القناة الوطنية الأولى، نفس القناة اللي باش تنقل النصف النهائي الثاني، باش يكون مع 5:30 يجمع الزمالك والكويت الكويتي ضمنين على الأقل فريق تونسي في الدور النهائي في انتظار ترجي أو النادي الإفريقي اللي باش يواجه إما الزمالك أو الكويت الكويتي. اليوم نتعرفوا على أطراف الدور النهائي. نذكر اللي البطولة العربية الفايز بها يتأهل مباشرة للسوبر جلوب. دوري الأمم الأوروبية الليلة مباراة مهمة جدا للتوانسة اللي حبوا يعرفوا فرنسا، اللي حبوا يعرفوا الدنمارك، لأنهم الزوز باش يتقابلوا بداية من 8:45. المباراة باش تكون بين الدنمارك وفرنسا، وهما ديجا كما تعرفوا منافسين في المجموعة الرابعة في المونديال، وسبق لهم تقابلوا في جوان في نفس المسابقة نيشنز ليج، لو كان الفوز للدنمارك على فرنسا 2-1. كيف كيف المباريات اللي استحق المتابعة والفرجة في نفس التوقيت متاع ماتش دنمارك وفرنسا الليلة مع 8:45، منتخب هولندا يواجه بلجيكا. في المباريات الدولية الودية نحكيو ديما على المنافسين متاعنا. منتخب أستراليا منافسنا فاز اليوم الفجر على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 2-0. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاوها على السيت موزايكا فهمة.